الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. أخوتنا وأخواتنا في الله، يا أبناء شعبنا البحراني الصابر المقاوم، السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. بدأ العدو العكسي لانطلاق رياح عاصفة التمرد الكبرى في ذكرى عيد الاستقلال، عيد الحرية والتحرير. وأمام هذا الاستحقاق التاريخي القادم، يجب أن يتحمل كل فرد مسؤوليته الشرعية والأخلاقية إزاء ما يجري في هذه البلاد من ظلم وفساد نخر في جسد هذا الوطن الجريح. إذا وأمام هذا المنعطف الهام في مسار ثورتنا المباركة، نؤكد على النقاط التالية. أولاً، علينا أن لا ننظر لمشروع التمرد على أنه محصور بيوم 14 من أغسطس وينتهي بنهايته، بل إن يوم 14 هو يوم لانطلاقة تصعيدية جديدة في الثورة، وهو يوم تتبعه أيام من التمرد والعصيان المدني المتصاعد من أجل انتساع الحق الثابت في تقرير المصير. ثانياً، ندعو كافة القوى المجتمعية الحية ومختلف شرائح الشعب الثائر للانخراط الجاد في مشروع العصيان المدني التصاعدي الذي يبدأ بالتمرد على قوانين العدو الخليفي وسحب الأموال من البنوك الخليفية والتوقف عن إجراء المعاملات الرسمية غير الضرورية، وصولاً إلى مرحلة الذروة من العصيان الشامل والإضراب العام عن الأعمال والمدارس. ثالثاً، إن العدو الخليفي عبر جوقة أبوابه العنفة قد بدأ حرباً نفسية يستهدف من خلالها التأثير السلبي على جماهير الشعب البحراني الصابر وإحباط عزائمهم، وهذا النوع من الحرب النفسية يجب التعامل معه بحذر ووعي تام. لذا نقول لكم يا أبناء شعبنا الأبي، إن القمع والتنكيل لم يفت من عزائمكم قيد أنملة، ولا تتأثروا أبداً بأصوات النشار الخاوية، فصراخهم وعويلهم على قدر الألم، فلتعلوا هممكم علو الجبال لتزيلها، فقدروا المرء على قدر همته، وثقوا أن ثورتكم منتصرة بإذن الله، وأن تضحياتكم هي بعين الله، ولن يضيع الله أجر عباده العاملين المجاهدين. ختاماً، لتكن المنازل خالية يوم 14 من أغسطس وما بعده من أيام، ليخرج الشيخ الكهف الكبير والفتى مع الطفل الصغير، ليخرج الجميع دون استثناء لينادي بالخلاص من دكتاتورية العدو الخليفي واستبداده، ليخرج الجميع من أجل انتساء الحق الثابت في تقرير المصير وبناء الوطن الجديد الذي يسوده العدل والإنصاف، وينعم أبناءه بالعزة والكرامة والحياة السعيدة الآمنة. فكونوا على الموعد يا أبناء مدرسة الإمام الحسين عليه السلام، وثقوا أن نصركم وإن تأخر فهو قادم لا محالة، وما النصر إلا من عند الله. اللهم ارحم شهدائنا الأبرار وثبت لهم ولنا قدم صدق عندك يا كريم. ائتلاف شباب ثورة 14 فبراير الأحد 11 أغسطس البحرين المحتله.